السلام عليكم حبيباتي، إن شاء الله تكونوا بخير وبألف عافية وصحة إن شاء الله. إذا اليوم كما راكم تشوفوا وأخيرا جيت راح نقدم لكم طريقتي اللي تكلمت لكم عليها عن طريقتي في نزع الشعر، بحيث أنه هدرت لكم في الانستغرام. ضيغي لما تكونوا متابعيني في الانستغرام راح نكتبه لكم هنا، يا تبعوني من فضلكم، لأني تماك راني بلو أكتيف كهنا في اليوتيوب، راني دايما تماك نشارك معكم يعني يومياتي ونحط لكم صور الى اخره وندير لكم دي ستوري. اذا درت لكم دي ستوري في انستغرام وين هدرت لكم على ليبيلاسيون، وقلت لكم باللي راني نيبيلي خطره في 3 شهور. كنت عديدات تقولي يا اختي قولي لنا واش راكي ديري، يا اختي قولي لنا كيفاش راكي تيبيلي خطره في 3 شهور، كيفاش هادي؟ اذا هذا هو السر، او بالاحرى ليس بسر، انما طريقتي اللي خلاتني الحمد لله نوصل اني ايبيلي خطره في 3 شهور. ولما نحكي لكم على هذا الجهاز خليني نحكي لكم على حكايتي مع الشعر. يعني انا من صغري طفله، يعني اللي عندي يعني كما نقولوا بوالو، اللي عندي الشعر جربت كل الطرق، جربت لاسير، جربت الغازوار، جربت يعني كل الطرق، وصلت وين خلاص، وصلت وين يعني كرهت، حبيت حل جذري، لاني انا كي ندير لاسير تقعد لي 15 يوم تنوض لي. اول حاجه درتها قبل ما نلجا لهذه الطريقه رحت شفت الطبيبه، طبيبه الجلد، بعثتني هذيك طبيبه الجلد، قلت لها بلي خلاص راني حابه ندير لازير، راني حابه ندير لوميير بولسي، واش لازمني ندير؟ قالت لي اول حاجه ديريها هي انك ديري ديزاناليز، لازم نعرفوا الى المشكل تاعي ماهوش مشكل هرموني. وبالطبع رحت درت الاناليز والحمد لله كانوا الهرمونات تاعي هما يعني انت منك. قلت لازم ندير يا لازير يا لوميير بولسي. بون قعدت نقرا وشنو هو الفرق بين لازير وشنو هو الفرق بين لوميير بولسي. لازم تعرفوا بلي ما كاينش طريقه نزع الشعر الى الابد. لو لازير يقولوا حتى بعد عامين ثلاثه لو كان ما تقعديش ديري دي سيونس يعاود ينوض لك. ساشون كو لازير انا كي سقسيت قالت لي باغ اكزومبل لو فيزاج 8000 دينار لا سيونس، ويلي قلك او مينيموم 7 ا 8 سيونس. الوغ لو كان تحسبو غير في لو فيزاج 8 فوا 8 راه تجينا 56 5 ملايين و 600، هذا جوست بور لو فيزاج كومبلي. وزيد يليق لك رونديفو وتروحي عندها، وانا امراه عامله وام ومتزوجه، يعني شويه الوقت انا والوقت شويه يعني. وكيما قلت لكم هذا يونيكمون بور لو فيزاج. قلت خلاص خليني نروح نشوف لوميير بولسي. قعدت نشوف هادو حتى لقيت هذا فيليبس لوميير، هاي ليك البطا تاعها كيفاش تجي. انا شريتها من بلد عربي، على هذيك لهذيك راح تلقاو، شريتها من دبي على هذيك راح تلقاو مكتوب بالعربيه. اذا انا اللي عندي فيليبس لوميير بريستيج كما راكم تشوفوا، خاطش كاين بزاف، انا اللي عندي بريستيج. اذا تقنيه اي بي ال لمنع نمو الشعر من جديد، حل لاسلكي لشعر الجسم والوجه. اذا هاي اللي كيفاش تجي، وجمعها دو تيت للجسم للوجه. اتونسيون البنات، خاطش كاين اللي تلقاو الاباراي فقط للجسم، تلقوها شويه رخيصه ولكن تلقو هنايا عندها ان فيلتر اونيكمون بور لو فور بودي، اونيكمون بور لو كور. انما انا اللي عندي للوجه وللجسم، اللي هي هذه ها اللي كاني حاطتها بعد التشارجر، نحيها من التشارجر. اذا تجي هذه ويجي معها هنايا فور لو كور باسكو كنت نواسي، وهاي ليك الداخل واش يجي معاها. ايضا يجي معاها اون بتيت بورشيت هكا بور لو فواياج، لو مانيوال، اي لو دوزيام فيلتر اللي قلت لكم عليه اللي يجي بور لو فيزاج. هاوليك دايوغ هنا دايرين هنايا الرسم نتاع الوجه، مش فلو يبان لكم. هاوليك دونك هذاك تحبي تستعمليها في الوجه سهله، ما عليك غير تبلاصيها طب اي سي بون. دونك هنا فيه ان فيلتر لا راكو تشوفو، هذا ما قدرتش ندخل صبعي، هاوليك صبعي كاين ان فيلتر باغ كونتخ هذا ديريكتومون. وعلاش هذا؟ باسكو راكو تشوفو هنايا كاين دي بوسوار ولا ما بليش كيفاش يسموهم، هادو لازم يكونوا كامل في الجسم تاعك كامل يهبطوا، باش بين ربعه هادو يدناو باش عاد لاباراي تمشي. سي اون ميزور دو سيكوريتي، لو كان ما تكونش كامل بين ربعه يهبطوا هكذا ما راحش تمشي لك لاباراي.
فوالا لا باري، هذه هي كما قلت لكم. هنا من تشعل، بس نشعلها قدامكم هاكو تشوفو، تبدا تكلينيوتي، تشعل ديريكتومون في النيفو 1. كاين نيفو 1، نيفو 2، نيفو 3، نيفو 4 اي نيفو 5. داكا دونك فوالا، هكا 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 تخيلوا نتوما النيفو اللي كوم والفين به، وتحطوها ديروا. انا دوكا حندير بور لو كور، تحطوها على لو كور تاعكم حتى تشعل هنا خضره. الكور تاعي مع بوجيتو يليق لها اون سيغتان ستابيليتي. الوغ فوالا، شوفوا كاني دايرتها طفيتها، نعاود نشعل. الوغ شوفوا، نخير لو نيفو، شوفوا كيف نديرها في الفراش، شبيها. فوالا ما كاش داخل، هذاك ما كاش داخل مليح. فوالا هاك كي تشوفوا معناتها سي ريدي. عاد باش تقدروا تعبزوا هنا، بس دوكا شوفوا كيما هيش ريدي، كاع تعبزي ما تخرجش لا لوميير. مي بصح هنايا كي ديري كيما هكا وتجيك ريدي، تقدري تخرجي لا لوميير نتاعك وتستعمليها في البلاصه هذيك، وتقعدي تمشي 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 حتى تستعملي كامل المنطقه اللي راكي حابه، راكي حابه دير لها ليبيلاسيون. دونك فوالا، هذه بوغ طريقه الاستعمال، يعني طريقه الاستعمال سهله جدا جدا جدا. الان نشوفوا طريقه، يعني طريقه الاستعمال مش هذيك الدقيقه، انما كيفاش تستعمليها. اذا هنا راهم يوضحوا لكم، يقول لكم بلي اول مره، اول 4 اشهر تستعملوها كل 15 يوم. هاكو تشوفوا هي المرحله الاساسيه، كل اسبوعين ديري ديري ان بروغرام. باغ اكزومبل هنايا لو 1 جوان، لو 15 جوان، لو 1 جويي، لو 15 جويي، اي اوب اي لو 1 لو 1 اوت، يعني مده شهرين تستعمليها كل 15 يوم. من بعد تبداي تباعدي في المسافات تاع لي سيانس نتاعك، تقدري تولي ديريها كل 3 اسابيع، تولي كل 4 اسابيع، وكيما كاتبين لك هنا تقدري توصلي حتى ل 8 اسابيع بلا ما تايبيلي. وانا وصلت اكثر، يعني هنايا حتى ل 16 اسبوع. انا راني نستعمل فيها دركا من فيفري اللي فات، يعني قريب عام، صدقوني نوصل 3 شهور نقدر ما نايبيليش، باسكو الشعر ينوض رقيق 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 رقيق، ويطول باش ينوض. يعني هذاك الشعر اللي كان ينوضني فيه 3 ايام دركا ولا ينوض لي فيه شهرين، ما يزيد يعاود، يعني نقدر نتحمله، نقدر نتحمله 3 شهور. حاجه واحده اخرى، حتى الكميه تاعو حسيتها قلت، مثلا خاصه في على مستوى العانه والابط، حسيت انه حتى كي ينوض، ينوض رقيق. نعرفوا احنا شعر العانه جاي خشين، وشعر الابط ايضا جاي خشين، حتى يعني الشعره، نوعيه الشعره رقاقه بزاف. وحاجه المهمه يا البنات، المنطقه الحساسه بيضت لي، والابط بياض، لانه علاش هما يكحالو من كثر زمان رازيو. انا تما ما وليت نرازي بزاف، بيضت لي هذيك المنطقة. حاجة واحدة أخرى، هاد لاباراي تستعمل، لازم شعركم يكون على الأقل بني أو بني، يعني هذه بالنسبة للون البشرة. تقدروا تستعملوها في كاع هاد الألوان، فقط إذا كان يعني البشرة تاعكم كانت سوداء ما تقدروش تستعملوها. أيضا بالنسبة للون الشعر، تقدروا تستعملوه إذا كان بن أشقر، اشقر يعني شويه فونسي، شاتان شويه فونسي، بني، لغو والاسود. انما اذا كان شعركم ابيض او فاتح بزاف ما تقدروش، اورانج ما تقدروش. اذا كما كنت نقول، هذه شروط الاستعمال باش تقدروا تستعملوا هاد لاباري. نجو للثمن. الثمن انا كما قلت لكم مشيتها من بلد عربي وخلصتها 560 دولار، ولكني شفتها هنايا في فيليبر ب7 ملايين، 7 ملايين وشي، قريب 8 ملايين. وكما قلت لكم انا بالنسبه لي استنى انفستيسمون، يعني الحمد لله ب8 ملايين اللي كنت راح نخدم بها اونيكمون وجهي وزيد روحي وشقاي وستناي وديري لاشين عند لا ديرماتو اكسيتيرا، راني نخدمها في الدار في داري اليز، وخدمت العانه والابط، وخدمت يديا هنايا حتى هادو هنايا نحيتهم، ووجهي لو بلوز امبورطون. خلاص الموستاش ما ولاش عندي موستاش، خلاص ما عنديش. دونك فوالا، هذه هي.
دونك فوالا، هذه هي لا ريفي نتاع لوميا بريستيج، لوميا تاع فيليبس بريستيج. اذا ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحتكم، ونتمنى انه يكون عجبكم فيديو اليوم. اذا كان هذاك هو الحال، ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتابعوني على الانستغرام اللي حنخليه لكم، وراح يكون كاين بالك جزء ثاني، بس كي نحط النقاط راني حسب بلي نسيت نحط النقاط، راح يكون بالك جزء ثاني حنخليه لكم هنا ولا في الاي ولا في صندوق الوصف تحت. وما تنساوش تتابعوني في قناتي وتدعموني من فضلكم، لاني نفرح كي نلقاكم القناة تاعي تكبر، ونحس انه مجهوداتي ما تروح هباء منثوره. وعلى هذه ما عليا غير نقول لكم تهلاو في روحتكم وتبقاو على خير. بسلامه.